فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يكتفى في معرفة العقيدة ومعرفة أصول الدين بالكتاب والسنة دون معرفة أقوال العلماء، أم لا بد من الجمع بينها؟ لا بد من الجمع بينهما. تعرف السنة، تعرف العقيدة الصحيحة، وتعرف الأقوال الباطلة لئلا تلتبس عليك. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. نعم.